هاي جوي، مساء الخير، كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. جوي ابو جودة، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. كنتوا ضيوفنا هذيك السنه من الاخر. مزبوط. مزبوط. بالصيف، بحلقه الصيف قدرنا نتعرف عليكم، قدرنا نتعرف قديش عندكم هيك اغاني جديده واغاني مميزه. مزبوط. خبرني جوي، قديش هين لباند مثل كون عم بتشق طريق جديده باللغه العربيه تقدر تنتشر بلبنان؟ مش كثير هينه، مش كثير هينه، لانه عنا لانه عم نعمل شيء بعده نسبيا جديد على الساحه، اذا بدنا نسميها الساحه الفنيه. صعب شوي لانه في عندنا كثير كثير منافسه، من في عندنا عم كمان عم نعمل فيه مثل، بس بهيدا الستيل اللي انتم عم تعملوه في منافسين، يعني اليوم عم تعملوا ستيل مين موجود مثلكم، مين عم يعمل مثلكم؟ يعني احنا ما فينا نسميها منافسه، بس فينا نسمي انه في غير كاتيجوريز، ونحن عم مثل كانه عم نبلش شيء كاتيجوري جديده بعدها مش كثير. اللي هي اذا فينا نفسر اكثر عن هالكاتيجوري، هي فرقه موسيقيه باند، بس بتغني بالعربي وعندها ليركس بالعربي والانسترومنتيشن، بس موسيقى شرقيه. فيها هينتس لموسيقى شرقيه، بس الانسترومنتيشن وكل شيء، الالات الموسيقيه المستعمله هي الات شرقيه، سوري غربيه. مع انه المنطق بيقول انه كون العالم كل ما تلاقي ثلاثه سوا مجمعين بيطلع على بالهم يعملوا كاراوكي لو ما عندهم الشاشه، عم بيغنوا وحدهم. يعني الباند مع غنى عربي منه هو الشيء جديد، تغير الموسيقى تصير شوي اجنبيه مع البارولات عربي لازم يقبلوها العالم. شو بيفرق؟ يعني بيصير تشالنج انه يكونوا البارولات والنغم يلقطوا العالم، بس غير هيك لازم تمشي. يعني مزبوط، لازم تمشي، بس ما بتمشي. بس نحن مزبوط شو عم بتقول، بس في فرق صغير انه نحن عم نستعين شوي من اشياء شرقيه، من بيتس شرقيه، من مقامات شرقيه، بس هينس، يعني مش في فنانين قاموا ضدكم يعني قالوا انه شو هيدا الترند، هيدا منه الفن العربي الاصيل؟ ما حدا. كيف تقبلوا يعني فنانين لبنانيه او فنانين عرب او موسيقيين كمان او ملحنين، كيف تقبلوا موسيقتكم؟ في كثير اللي سمعوها اكثريتهم تقبلوها بطريقه كثير حلوه، بس بعدنا ما وصلنا على المرحله اللي كثير اكسبوز لل بس عندكم كونسير، اوكي عندكم كونسير، هل عندكم كونسير باسواق بيروت؟ مزبوط، عندنا بأعياد بيروت. مزبوط، بأعياد بيروت عندنا 18 هالشهر، عندنا بالفستيفال أعياد بيروت، نحن اخر ليله عم نكون ولا تخدموا أعياد بيروت. يعني فعلا انتم عندكم البومين ناجحين وفي عالم كثير بتحبوا. هلا البومنا نزل بفيرجن، وهلا بالتوب 10 بفيرجن، وعم بيبيع كثير منيح، وهذا الالبوم كثير غير عن اول البوم، لانه كثير فارق كموسيقيا، كان احنا صرنا فتره صرنا ندق سوا، صرنا نعرف كثير منيح بعض، صار عندكم خبره اكثر، صار في اكثر ماتشوريتي بالالبوم. في مواضيع معينه بتغنوها ولا anything love؟ نحن وي ار اركيتكس، يعني انا والشاب اللي اسسنا الفرقه نحن مهندسين وتخرجنا كاركيتكس، فكثير المواضيع اللي بنتناولها هي كثير مواضيع عن سبيسز وعن المحلات وعن المدينه اوربانيزمو اساسا الحياه الزوجيه ثلاث ارباعها بالبيوت والحياه. مزبوط. بقى عم تحكي شيء من ضمن الواقع تبع بنحكي كثير عن السطوح، عن المدن، وعن وبنحكي، وهلا بالالبوم الجديد كمان طرقنا لمواضيع اكثر انتروفيرتد، يعني مواضيع اكثر بيرسونال مختصه بالذات اكثر، يعني في كثير مواضيع عن الحب، مواضيع عن حدا بده يترك المدينه وحدا من شو بتشكي بيروت؟ لمين بتقولوا من شو بتشكي بيروت؟ للناس اللي بدها تسافر، للناس بدها يعني انتوا قلتوها؟ في ناس قالوا لكم انه ليش بعدك ببيروت؟ قلت لهم من شو بتشكي بيروت؟ هيك صارت، حدا ناس بدها تسافر، اكثريه محيطنا ناس بدها تسافر، بدها تشتغل برا، بدها تلاقي فرص عمل برا. بس هل هو اكتفاء ذاتي يعني انه عم بتجرب تقنع حالك؟ ايه مش اكتفاء، بس اقتناع ذاتي انه عم نجرب اني حالي انه بيروت بتعقد، بعدها منيحه وفي امل منها، وقد ما من الناس بتنق وقد ما الناس بتقول لا وبيروت عم بيصير فيها كذا كذا، نحن وي هاف سمثينغ تو فايت فور، يعني عندنا شيء نبقى بهذه المدينه ونجرب نحكي الاشياء الحلوه بهذه المدينه ونجرب نغني عنها. مين عم يدعمكم؟ عن جد فسر لك معنات شو بتشكي باللبناني، بس نقول من شو بتشكي شغله هي يعني منا واو، بس بتحرص تو فايت فور وقبلانين فيها. بدي اعرف مين عم بيساعدكم فاينانشلي عم بحكي؟
فاينانشلي مين دعمكم؟ نحن بلشنا كنا سيلف وير سيلف برودوسينج اور سيلف، يعني نحن دفعنا من مصرياتنا من جيبتنا من الاركتكتور يا مرات من الاركتكتور من الاركتكتور هي ساعدتنا نعمل موسيقى. الموسيقى بعدنا لليوم ما مطلع منها مصاري، ما لليوم بعدنا موسيقى حدا تبنيكم للاسف حدا تبنيكم هلا بعد ما حدا تبنينا اكيد في عالم بيجوا بيتبنونا اكيد رح بدي اشكرهم كثير، بس ما بيتبنونا كبروجكت طويل كلونج تيرم، بيتبنونا كحفله اكيد بدي اشكر كمان تو يو تو سي وبدي اشكر ستار سيستم واكيد الاشتراك مع سوليدار، هو هذا الايفنت نحن عم نعمله بالاشتراك مع سوليدار وهن كثير ساعدونا صراحه بهذا الايفنت وهن شجعونا. بس منا بوادو برودكسيون يحيى موجوده معكم، يعني منا شركه انتاج اليوم عم تنتجكم كل الالبوم؟ ما فيش، نحن الالبوم نحن دفعنا حقه من جيبتنا. قد ايه بكلف البوم؟ هلا اول البوم بكلف شيء وثاني البوم بكلف شيء ثاني، لانه في اكسبكتيشنز اكثر. ثاني البوم قد ايه بكلف؟ حوالي 10,000 15,000 دولار. كم اغنيه كان فيه؟ 11 اغنيه. طب ليه مع سعد رمضان الغنيه كلفت 40,000 دولار؟ لانه في فيديو كليب نحن الالحان مبدعين، نحن عاملين كليب بس الكليب اللي كلفكم الكليب ماشي صفر، هذا الحلو الكليب بنغطيه بنعمله لو بادجت بنغطيه من السبونسرز، في سبونسرز بيساعدونا بيدفعوا 1000 2000 3000 بيمروا اساميهم اوقات او اشياء برودكت انتجريشن او 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 سبونسرز ناس بقى بيحبوا يساعدونا تياب براندز اللي هن، ودائما نعمل فيديو كليب تنكيد ودائما في مخرجين بيحبوا يكونوا بعضهم طالعين جديد بعضهم خريجين جديد بدون يساعدونا. برافو برافو برافو. من الاخر نادا كوسا تامز اب وان شاء الله بنشوفكم باكسبوز مثل ما انتم بدكم. راشد وحصلي تامز اب ثانكس. ريما حسيت في كلتشر بالبان تبعكم فاكيد لايك شيدا شام بيصير في حدا عم يتجوز زينة في باتشلور بارتي اهلا وسهلا مساء الخير بونسوار ليسا مبروك مبروك لاريسا الزان و نوال هانم لاريسا و نوال مبروك لاريسا و اي مبروك و اصحابه كله لاريسا و نوال من الاخر جورج حرب تنلهم ولك علي جميعا بقول لك برافو شكرا كثير لك شكرا كثير لوجودك معنا